alaikum. Our character of today is Khalid Ibn Al Walid, radiallahu anhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخصيتنا لهذا اليوم هي خالد ابن الوليد رضي الله عنه. He was one of the Prophet's companions, and the Prophet called him Sword of Allah. كان خالد ابن الوليد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. خالد ابن الوليد is one of the best battle commanders in human history. The sword of Allah was never defeated in any battle. يعتبر سيف الله خالد ابن الوليد من أفضل قادة المعارك الحربية في التاريخ الإنساني، فهو لم يهزم في معركة قط. خالد رضي الله عنه had only one wish in his life, and it was to die as martyr in the battlefield, defending his nation and his religion. Exactly like the soldiers of the UAE. ولقد كان لخالد بن الوليد أمنية واحدة فقط وهي أن يموت شهيدا مدافعا عن وطنه ودينه. وهو ما يقوم به جنود الإمارات العربية البواسل. But his wish wasn't fulfilled. He didn't die in battle, but in Syria. ولكن أمنية خالد لم تتحقق. مات في سوريا عن عمر يناهز 50 عاما، تاركا خلفه أعمالا جليلة. At the age of 50, he passed away. Leaving honorable works behind. May Allah be pleased with him. رضي الله عن خالد ابن الوليد. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك داود.